تحت رعاية سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ندوة عن بعد بعنوان استعراض واقع مكافحة المخدرات في العالم العربي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج المملكة. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد مسعود رئيس قسم علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من الرياض. بعد التحية دكتور خالد، هل لك أن تحدثنا عن جهود الجامعة في هذا المجال، في مجال مكافحة المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا حضرتك للتقديم. أولا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، أحب أن أقدم جزيل الشكر لوزارة الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة لدعوتها الكريمة للجامعة للمشاركة في فعاليات الندوة الأمنية الافتراضية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ورقة العمل التي كانت مقدمة كانت تتحدث عن الجهود الجامعة في مكافحة المخدرات، وقد تم التطرق في العرض على الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والدراسات والبحوث والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة بصفة مستمرة للمساهمة في مكافحة المخدرات. وبالإضافة إلى ذلك تم التطرق أيضا في هذا العرض إلى التغير الذي حدث مؤخرا في سوق المخدرات وظهور المخدرات الاصطناعية الجديدة بأنواع بكميات كبيرة والتحديات الأمنية والقانونية والصحية التي صاحبتها وجهود الجامعة في هذا الخصوص، من خلال أيضا تقديم الدورات التدريبية ورش العمل والندوات والبحوث للمساهمة في الحد من انتشار هذا النوع من المخدرات. هذا بالنسبة للذي تم تقديمه في هذه الندوة، وشكرا لك. نعم، الدكتور خالد مسعود رئيس قسم علوم الأدلة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من الرياض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.